أن نعمة الأخوة في الله من أعظم النعم. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الآن سيدنا الصديق ذهب ليشتري سيدنا بلالا وهو عبد حبشي عند أمية بن خلف. بعد أن اشتراه منه أراد أمية بن خلف أن يذل سيدنا بلال، قال له: والله لو دفعت به درهما لبعتكه. فقال له الصديق: والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتك. ووضع يده تحت إبط بلال وقال: هذا أخي حق. مرة قدم بلال إلى المدينة فخرج عمر عملاق الإسلام خليفة المسلمين أمير المؤمنين، خرج لاستقباله. وكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. هذا هو المجتمع المسلم، هذا هو المجتمع المسلم. إنما المؤمنون إخوة.